جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا عن حكم الأيام التي لا تصليها بسبب العذر، هل عليها قضاؤها أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الأيام التي لا تصليها بسبب العذر، نعم، عذر الحيض. نعم، الحائض ليس عليها صلاة، الحمد لله. الحائض ليس عليها صلاة، لا أداء ولا قضاء، قد خفف الله عنها. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك والله أعلم تخفيف، وذلك لأن الصلاة تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت الحائض بقضائها لحصل عليها إحراج في ذلك لكثرتها، كثرة الصلوات التي تمر عليها في فترة الحيض، فخفف الله عنها. بينما الصيام لا يتكرر، وإنما هو شهر في السنة، لذلك أمرت بقضاء الصيام لأن ليس في قضائه مشقة عليها، والله أعلم.